عجبني المعرض عشان هو انه كفكرة قيادة المرأة للسيارة عجبتني، والمعرض في مول انه اجواء عائلية ومول ونيجي نشوف السيارات وكده، ايش تعني لي السيارة؟ ابغى اجي اشوف واتعلم قبل ما ابدا وانزل السوق وانزل الشارع يعني وابدا السواقة، لازم اجي اشوف اتعرف على السيارات اكثر. يعني شيء طبيعي جدا حيكون احنا نسوق، احنا ما شاء الله علينا وي كان دو اني ثينج، نقدر نعمل اي حاجه، ما عندنا شيء صعب علينا ولله الحمد احنا اثبتنا نفسنا في اشياء مره كثير، باقي السواقه. فالان من يوم ما حنبدا نسوق ان شاء الله باذن الله حيكون رائع. طبعا في عندنا حاجه نشرت انه الله يعين حتصير حوادث، لا ما حتصير حوادث، زي الطفل لما تعطيه سياره او تعطيه دراجه كيف بيصير؟ يبغى له تعليم، يبغى له تدريب، بعد كده حيكون كل حاجه تمام وسهله. ان شاء الله باذن الله حنسوق احسن من الرجال. المعرض متكامل، هو معرض يستهدف العائلات بصفه عامه والسيدات بصفه خاصه. الهدف من إقامة هذا المعرض هو تسهيل المرأة لاختيار سيارتها المستقبلية عبر توفير جميع ماركات السيارات في مكان واحد، وعبر توفير عدة جهات تمويلية كحلول تمويلية.